مرحبا الساعه. يقول الشاعر مبارك بن خمس العامري في تغروته: الحلم ورقني وعيني نايمه، ويا الربع ذكرني بربع شايمه. ونقول عند السلام سؤال عن الحال: ايش حال الربع؟ يعني ايش حال يماعه؟ وهذه اللي ربعي يماعتي واصدقائي. لكن شو اصل كلمه الربع؟ اصل الكلمه فصيح ومذكور في معاجم اللغه العربيه القديمه: الربع جماعه الناس.